لو بنتكلم عن البيع بالتقسيط يعني في رحلك الشخصي، نسبة المقدم تكون كام في المية والقسط يكون على كام سنة؟ احنا دلوقتي بنشوف في مصر، يعني احنا ممكن مصر من الدول القليله قوي اللي بتبيع اوف بلان، يعني بتبيع على الخريطه. فاحنا دلوقتي المنافسه الشديده جدا خلت النهارده السوق كله بيتجه ان هو بيزود فترات التقسيط للعملاء، وده خطر جدا على السوق. المفروض انا في وجهة نظري ان لازم الاستثمار العقاري على الاقل يبقى 20-30% من العقار كمقدم، والتقسيط ما يزيدش ابدا عن 5 سنوات زي معظم الدول اللي بتقسط في العالم. يعني طب القوة الشرائية للمصريين لا تسمح بده، أو القوة الشرائية لأغلب المصريين لا تسمح بهذا المقدم العالي ولا تسمح بعدد سنوات تقسيط قليلة؟ لا، شوف، بص، عايز اقول لك على حاجه. احنا بنتكلم لازم يبقى في شرايح. نتكلم على شرايح. في النهارده اسكان اجتماعي، الاسكان الاجتماعي ده بتقوم بيه الدوله بشروط معينه، لازم هننشط. ولذلك انا بقول لك من شويه واحنا بنتكلم على صناديق الاستثمار العقاريه هتعمل ايه. صناديق الاستثمار العقاريه هتحفز الاليات المهمله في سوق المال اللي المفروض تبقى شغاله دلوقتي في مصر، زي التاجير التمويلي، التمويل العقاري، التوريق، التخصيم. كل هذه الآليات المالية هتساهم، وزي ما انت ما بتقول بقى، هتساعد في انها تمشي الاستثمار العقاري بشكل افضل. فبالتالي احنا يعني لو انا هخلي العقار على فترة اطول هيبقى في مخاطر كثيرة جدا. النهاردة سعر المواد الخام، الحديد والاسمنت، لو في مطور النهاردة مش هيبني في 10 سنين، لو خد النهاردة في 5 سنوات، لو خد النهاردة مقدم السنة دي وما كملش في خلال 5 سنوات هيبقى عنده مخاطر طويلة جدا ومخاطر كبيرة جدا مش هيقدر يحلها يعني.